جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل جلوسك وحيدا يعتبر مجلسا يكون عليك أسره يوم القيامة إن لم تذكر الله فيه؟ نعم، كل المجالس سواء كانت مجالس جماعة أو مجالس أفراد يستحب أن يشغلها بذكر الله عز وجل، أو أن لا يغفل عن ذكر الله عز وجل فيها ولو بعض الأحيان، سواء كان فردا أو مع جماعة. نعم.